نهائي دوري أبطال أوروبا لقمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد 48 ساعة، المباراة المنتظرة، المباراة اللي كل العيون يعني بتبص عليها ومستنية نتيجتها وبتراهن إن شاء الله بإذن الله على نتيجتها بإذن الله تكون الـ11 في تاريخ النادي الأهلي وتكون الثالثة على التوالي. مباراة عشان أطمنكم ونتكلم كورة متكافئة، مش عايزكم تبقوا قلقانين قوي من قصة الملعب. طبعاً الملعب والجمهور بيتقلوا شوية كفة الوداد، لكن عندنا حاجات كتيرة جدا 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 تتقل كفتنا في المباراة، منها خبرة لاعبتنا، منها جودة لاعبتنا، منها نجاحنا في الماتشات الكبيرة في خلال آخر موسمين في مواجهة كبار العالم مش كبار أفريقيا بس. يظل الوداد واحد من كبار القارة، وما تنسوش أن الفريق ده وصل للدور قبل النهائي في آخر نسختين، يعني كان واحد من الفرق القريبة جدا من الوصول للمباراة النهائية، خرج على إيد الأهلي في نسخة النجمة 9، وخرج على إيد كايزر تشيفز في نسخة النجمة 10، وبإذن الله يخرج على إيد الأهلي مرة تانية ولكن المرة دي في المباراة النهائية. على كل الأحوال زي ما قلت لكم، زي إذا كان معاهم الأرض والجمهور، أثق تماما في روح وخبرة وذكاء وإمكانيات وقدرات لاعبتنا وجهازنا الفني مستر بيتسو موسيماني اللي قران عليه بالذات في المباراه دي. وطبعا الراجل عنده رغبه شديده جدا، لانه الحقيقه اسم بيتسو موسيماني لو وصل او نجح في التتويج مع البطوله اللي جايه دي، البطوله الثالثه على التوالي الاهلي والثانيه ليه والرابعه الثانيه ليه على التوالي مع الاهلي، او الثالثه ليه على التوالي مع الاهلي والرابعه ليه على مدار تاريخه، اعتقد انه راح باسمه لبعيد جدا جدا على كل المستويات. تظل المباراة صعبة وتظل كل الاحتمالات فيها قائمة، مواجهة من 90 دقيقة، لكن أنا بقول لكم على الأقل أنا شخصيا إلى حد كبير جدا مش قلقان، إلى حد كبير جدا مطمن على قدراتنا إن شاء الله. وفي النهاية نتمنى أن التوفيق يكون حليف فرقتنا ونقدر نحسم اللقب لصالح الفريق. هنتابع مع حضراتكم كمان النهاردة في